اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. في هذا الفيديو حنبدا نطور في اللعبه تبعيتنا ونشوف كيف نسوي حركه الشخصيه بطريقه افضل. يعني الان احنا الشخصيه تبعيتنا لما تتحرك يمين ويسار تمشي كانها ماشي عادي، انا بدي اياه يتنقل يختفي من هاي المنطقه يصير في هاي المنطقه، بعدين يختفي يصير في المنطقه هاي، فبدي اياه كل مره يغير المسرب اللي هو بيمشي فيه بسرعه بدون ما يصير يمشي ماشي عادي بهذه الطريقه. لاحظوا حتى بصير في فريكشن، في احتكاك مع الارض، فالشخصيه بصير تبطا اذا بدنا نحرك يمين ويسار. طيب خلينا نشوف الان الكود المكتوب لحركه الشخصيه. الكود المكتوب عندنا هذا اجى مع اللعبه، كل هذا الكود احنا مش حنحتاجه الان فانا حنمسحه، لكن خلينا نشوف. احنا بحكي لك انه في عندنا موف رايت ليفت، اد موفمنت انبوت، وبعدين بجيب لك كنترول روتيشن، بعدين جيت رايت روتيشن فيكتور، بدناش كل هذا راح نمسحه ما له اي داعي. وفي عندنا الحركه اللي هون اللي هي هاي كلياتها اللي وينها هاي كمان بدنا نمسحها خلاص، هيك بطلنا بحاجتها. طيب الان نضغط كومبايل سيف، خلني اجي على نفوت على السيتنجز، بروجكت سيتنجز، ممتاز. نيجي على الانبوت، بيرفكت. طيب لاحظ انا عندي الان اكسس مابينج واكشن مابينج. طبعا انتوا اغلبكم بيعرف ايش هي الاكسس والاكشن، لكن انا راح اشرحها شرح سريع. الاي والدي هون موجود، موف رايت موف ليفت. في الاكسس مابينج طالما انا ضغط على السر، طالما هو بينفذ الامر، يعني كل فريم طول ما انا ضغط حرف الدي راح يضل يروح يمين، وطول ما انا ضغط حرف الاي راح يضل يروح يسار. انا هذا الحكي ما بيناسبني، فانا راح احذف هدول من هون مش بحاجتهم، وراح اجي على الاكشن مابينج. الاكشن مابينج معناته اذا بضغط مره واحده بينفذ الامر، اذا ضليت ضغط ما راح ينفذ غير مره واحده فقط. طيب عندي اسمي هذا موف رايت، تمام. وانا بقدر افوت على هاي القائمه من هون وادور، او بقدر اضغط على الشكل كيبورد هون ضغطه واكتب بدي اروح يمين بضغط دي. لاحظ حط اللي دي هون، وبدي اجي اضغط على الزائد كم مره هون، وبدي اقول له موف ليفت، ممتاز. وبضغط كمان مره ثانيه على هاي الزر هون شكل الكيبورد، وبضغط على الكيبورد اي، هيك انا بروح يسار لما اضغط اي، بروح يمين لما اضغط دي، ممتاز جدا جدا جدا. طيب هدول كان مش حاجتهم، انا اغلب اللي هو مش بحاجته بس ما راح يشتغل اصلا، فانا هذول اللي بهموني حاليا. الجمب لما اضغط انا سبيس وهاي بدي مش حاجتها، لما اضغط دي بدي يروح يمين، لما اضغط اي بدي يروح يسار، ممتاز. هاي نفذنا الان اكشن مابينج اللي ما اضغط مره واحد راح ينفذ الامر حتى لو ضغط كابس، ممتاز. الان صاروا عندنا الكبسات تبعيتنا. نرجع على الشخصيه تبعيتنا، نيجي هون هذا الجدول بدي امسحه كله، الصندوق كله بدي امسحه، هاي خليها هون تحت، ممتاز. ازوم هون اقول له موف رايت، ممتاز. وبجيب كمان موف ليفت، بيرفكت. لا سوري، موف ليفت، ممتاز. هاي عندنا موف، لا في عندنا هون غلط، بدنا اكشن موف رايت، هيك صح. لا موف رايت موف ليفت، احنا التنتين عندنا، لانه في عندنا احنا كمان وحده هون احنا ما مسحناهاش، موف رايت ليفت انا هدي امسحها، هيك ما راح تطلع مره ثانيه نهائي. الان لو كتبت موف رايت لاحظ ما في غير واحده فقط، ممتاز جدا جدا جدا. تمام الان انا بدي اعمل حركه لما يروح يمين ويروح يسار. انا لو شغلت اللعبه الان ما راح يتحرك لا يمين ولا يسار، انا بكبس على الكيبورد يمين يسار ما بتحرك. تمام الان بدنا نضيف الحركه للشخصيه تبعتنا، ايش بنسوي؟ نعمل set actor location، set actor location، set actor location، حد حط خلي موقع اللاعب كذا. طيب خلينا نبدا احنا بالرايت، ممتاز. طيب لما نعمل set actor location في عندنا اكس واي وزد، بفتح هاي بعملها مثلا split، هيك بصير انا عندي الاكس والواي والزد انا بدي اعدل فيهم. طيب لو اجينا على العالم تبعنا وطلعنا على الشخصيه، لاحظوا هو بيتحرك بس وين؟ في الواي، يعني يمين ويسار، ما بتحرك، ما بدناش يتحرك في الاكس، بدنا يتحرك في الواي فقط. فانا بثبت الان، بجيب بقول له get actor location. الان انا هاي عندي موقع، بدي احدد موقع الشخصيه، يجيبها من العالم. موقع بدي اياه بالاكس يضل ثابت، وبالزد يضل ثابت. طب بالواي؟ طب بالواي لازم انا الان احكي له لما بدي اضغط بدي اياك تحمل لي شيء في الواي، كم قيمه الواي راح تكون؟ طب انا هذا ما بعرف مكانه في العالم. الان لو اجينا احنا سوينا ستارت
لاحظ انا بدي اعرف الان هو اللي بمشي قاعد في الواي وفي الزد، لو نط عادي بضل موجود، القبضه تبعته موجوده. ممتاز، روح يمين ويسار. لاحظ انا الان ضغطت سوى لي حركه، ايش هي؟ لما ضغطت دي حط الواي صفر. ليش؟ لانه الواي هون محطوطه صفر، فايش ما اكبس رايت راح يوديه على طول على الصفر. طب انا بدي احدد اللين اللي هو موجود فيه. نيجي مثلا احنا هون على بلاير ستارت، موجود هو حاليا في الواي في 200، موجود في الواي في 200، بس لو انا ضغطت الليفت راح تصير هاي صفر. طيب انا بدي اغير الواي بقيمه انها يمشي في المسارب. قبل ما ابدا يمشي في المسارب بدي اجيب الجسر نفسه. خلينا نجيب الجسر. الان حط الجسر انا هون، هذا الجسر اللي هسه بدنا، بدي اسوي ستارت وبدي اعمل بوز، بدي اعمل اجكت. لاحظ الجسر موجود هون، بدي اعرف موقع الجسر الثاني، بدي احطه فوق هذا الجسر بعدين ابدا اقيس. ممتاز، هذا الجسر موجود على 0 0 0، هذا موجود على كل هدول. ممتاز، خلينا نسوي اكزيت واحط هذا الجسر على 0 0 0. ممتاز، الان صار هذا الجسر متطابق فوق الجسر الثاني. لو انا سويت بوز اجكت في جسرين موجودين في هاي النقطه. ممتاز جدا جدا. طيب الان بدي اعرف كل لين، كل مسرب من هدول لما بدي انقله من هون، وين موقعه في هاي النقطه، وين موقعه في هاي النقطه، وين موقعه في هاي النقطه. كيف اعمل هذا الحكي؟ في عندنا طريق مجموعه، في عندنا عده طرق. او قبل ما انا اعرف الموقع بدي بس اقيس المسافه لما ينتقل من هون لهون. نعمل توب، اوكي الان انا شايف الجسر هاد. بدي اجي انا هذا مسرب وهذا مسرب، بدي اقيس من نصف المسرب هاد لنصف المسرب هاد، تقريبا 340 تقريبا، حس ما حنجرب نقول 340. طيب بدي انا يروح، بدي اعمل زائد، بدنا نعمل اضافه. ممتاز، 340 وبدي احطها على النقطه هاي. ممتاز، وبدي اخذ نفس هذا الكود واعمل له دوبليكيت كنترول دي وبدي احطها هاي هون هيك، بس هاي ناقص 340. خلينا نجرب احنا ايش صار معنا الان. هاي بدك بس دي راح يمين، دي كم مره. ممتاز، ليفت ليفت، بكبس حرف الاي اي. ممتاز، لاحظ في عندي مشكله صارت، صار ينتقل بده يوقع تحت، يعني مش لاحظ صار بده يوقع. راح نثبت هذا الاشي كمان شوي، لكن الان صرنا نتحرك يمين ب 340 340 كويسه، بس لكن اتوقع انه راح نضطر نغيرها شوي. نشوف، راح نغير او ممكن نغير موقع الشخصيه في العالم. خلينا نرجع نجي من هون نحط برسبكتيف ونشوف موقع الشخصيه. وين الشخصيه؟ بلاير ستارت. ممتاز، ممكن انا اعمل له تحريك شوي لهون، خلينا نشوف. او ممكن 350 تكون احسن، خلينا نحط 350 على هاي الخريطة. طبعا انت حسب المسرب اللي عندك، مش شرط يكون 350 عندك، انت وين بدك تنقله. طيب هيك احسن نوعا ما. الان لا، في مشكلة في 350. طيب خلينا نرجع 340، وهسه كل شوي راح نشوف حتى تزبط معنا 100%. طيب 340 خليها مبدئيا شغالة. طيب الان احنا عملنا الترقل بهذه الطريقه، لكن في عندنا مشكله. لما باجي انا بتحرك بركض ممكن اطلع برا المسرب تبعي. كيف بدي احل هاي المشكله؟ خلني نجي هون، نيجي على الايفنت تك، خلني اجيب هدول طلعهم لفوق ونيجي على الايفنت تك. في الايفنت تك بدي اعرف موقع الشخصيه تبعيتي، فباجي بكتب print string. ماشي، الان بدي اياه يطبع لي على الشاشه get actor location. get actor location بدي اعرف موقع الشخصيه، actor location موقع الشخصيه. بضغط right click split، بدي يعرض لي موقعه في الواي. ممتاز، الان لما حشغل راح يضل يكتب لي ارقام على الشاشه. خلينا نشغل. لاحظ 200 200 200 اللي هو موقع الشخصيه. لما اجي هون نقص منها 340، لما اجي لهون، لما اجي لهون شوف لاحظ الرقم بيجي. الان انا بدي الشخصية تبعيتي ما تتعدى الناقص 890. انتم ملاحظين على الجهة اليمين هون مكتوب 819.9، بديش يتعدى 820. ولو لما يروح على اليمين، طب انا الان لاحظوا في السرعة في مشكلة، بدي اياه بديش يتعدى 700 800 تقريبا. هل الان نكتب شوي الكود ونشوف ايش اللي بصير. طيب تعالوا نكتب هون، الان عرفنا موقع الشخصية. ممتاز، تعالوا نعدل على هذا الكود. بدي اعمل برانش، شرط
بدي اشترط عليه شرط، اذا كانت الشخصيه وصلت للنقطه هاي ما تنفذ هذا الامر. طيب كيف انا بعمل هذا كيف بقدر انا اعمل هذا الشرط؟ اول إشي باجي بجيب هاي، انا حكينا انه موقع الشخصيه ضفنا عليه 340، بعد هيك بدي اياه ايش؟ اقول له اذا انه اكبر من، اذا بروح يمين اكبر من اصغر من كم بدها تكون الموقع؟ قلنا خلينا نشوف مره ثانيه الموقع، الموقع 335، تمام نحطها هون 335، ممتاز. اذا القيمه اللي هي في الواي زائد هاي القيمه اكبر من 335 ما تروح يمين، ماشي. طيب هل راح ينفذ هذا الامر؟ خلينا نشوف، اتوقع لازم اصغر اكثر. لاحظ الان ما رضى يروح يمين، طب خليني اجي انا احط هاي 330 كمان مرة، ما قبل 800، اتوقع ان لازم ازيد، كأني غلطت انا بزيد، لازم 380 قلنا، خلينا نقول 900، 900 افترض يقبلها الان، ممتاز ما راح الان لو اضغط يمين، لاحظ بضغط يمين ما راح يقبل يحط القيمة، ممتاز جدا جدا جدا. طيب الان راح نعمل نفس الاشي لما نرجع نشغل اللعبة، خلينا نجي على اليسار، بدناش ياث ناقص 819، فلو احنا رحنا يسار بدناش، لاحظ هو الان 1100 ما بدناش، طيب خلينا نقول 825 ناقص 825، طب نجيبها على اليمين كمان هون ونعمل براج تاني، نعمل هاي هالمرة اكبر من، نوصل هاي هون ناقص 800 وكم كانت؟ 90، نجرب نسيت كم كانت القيمة، بس هيك اكيد راح تقبل، تمام ممتاز. انا لو ضغطت انا ما راح يقبل، طيب راح ارجع اضبطها هي ناقص 820 احط 830، ممتاز هيك ممتاز جدا، اشوف شغال يسار شغال يمين في الجهتين، هو شغال. في عندنا مشكلة صارت ما قبلش، خلينا نعطي كمان نقلل هاي نزودها شوي 850، راح هسه اكيد راح يقبل، ممتاز نشوف هون اوكي. هو في ايش اللي بصير؟ لاحظوا في شغلة صغيرة صارت، هو لما بدت اللعبة خبط الشخصية تبعيتنا، احنا حركتنا بخبط، لاحظ تحرك مرة ثانية، الخبطة هاي هي اللي خلته يروح ما يقبل على الجهة الثانية لانه تغير موقعه. لاحظ انت بطل يبدا من 200 صارت 100، يعني لازم انا احط هاي 900، لكن انا راح اصلح كل هذا، لو حطيتها 950 الان اكيد حيقبل، لكن في اشي راح نصلحه الان حتى ما يصير الاصطدام هذا، ما راح نوافق عليه احنا، ما راح يناسبنا. لاحظ الان صار عندي مشكله كبيره في موضوع الاصطدام هذا، عمل لي مشكله، لو رحت يسار من البدايه راح يوافق لانه ما صدم، بس لما اروح يمين راح يصدم. طيب الان خلينا نجي نصلح شويه الاشياء هاي اللي صارت عندنا. طبعا تطوير الالعاب بالغالب بيكون فيه هاي المشكله، بصير عندك الشخصيه بصير فيها شويه مشاكل، فانت بضلك تعدل شوي شوي. خلينا نغير هاي 340 330 340 330 حركته، خلينا نجرب الان، نروح يمين صدم ما صدم، ممتاز، نروح شمال ما صدم، ممتاز. احنا راح نظبط القياسات تبعتنا كلياتها كمان شوي. طيب الان عملنا الحركه والتنقل بين المستوى، لكن بدنا نعمل اشي مختلف في هذه اللحظة، بدناش الشخصية تبعيتنا تضل تروح يمين وشمال بس عن طريق التحرك بهذا الشكل، بدنا نعملها تنتقل زي تليبورت، تعمل حركة مختلفة. كيف بعمل انا هذا الحكي؟ بدي اروح على الايفنت تك، خلينا نجي على الايفنت تك تبعيتنا، هذا خلص احنا عرفنا اخذنا المعلومات من اياها. طيب ايش رح نعمل؟ رح نقول له set actor location، ممتاز. الان عندنا ست اكتور لوكيشن، بدي انا اكبر هاي سبليت، احنا بنتحرك بالواي، الاكس والزد ما في داعي يتغيروا، فاحنا راح نجيب جيت اكتور لوكيشن ونفس الشيء راح افصل هاي اوزعها، الاكس ما لها راح تضل ثابته والزد راح تضل ثابته، ما راح نغيرهم، لكن الواي حتتغير. طيب الواي بدها تتغير، بس احنا الان قبل ما نبدا نغير في الموقع بدنا نعمل كمان شغله صغيره
بدنا الشخصية لما تتحرك تنتقل في المستوى. عفوا احنا عندنا هذه، افصل هاي اول. احنا بدنا الشخصية وهي تتحرك ما تختفي بهذا الشكل، لاحظ هي بتختفي بوف 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 اختفاء، بدي اياها تتنقل بسلاسة شوي شوي. فانا ايش بجيب؟ خلينا نوصل هاي هون، وبدي اعمل انا في عندنا نود اسمها انترب تو. ممتاز. الان انترب تو بتخلي العملية تصير بسلاسة. ممتاز. خلينا نيجي هون. طيب الان لما نبنا نحكي الدلتا تايم اللي هي في الايفنتك نفسها، ممتاز. عندنا الكرنت لوكيشن اللي هي بتكون اصلا في الواي. ممتاز. التارجت وين بدك يروح؟ يعني الان انترب اللي هي من وين كان موقعه لوين بده يروح بمده زمنيه. الان المده الزمنيه راح تكون دلتا تايم اللي هي وقت اللعبه. الكرنت لوكيشن اللي هو موقع الشخصيه الحالي. التارجت وين بده يروح؟ الان وين بده يروح ما راح ينفع احط رقم انا هون، راح اضغط رايت كليك بمود تو فاريبل. الان انا بتوقع انه انت شوي الان بتضيع معاي، لكن شوي شوي انت لما نخلص الدرس حيكون وضع اسهل عليك. تمام. الان التارجت اللي هي موقع الشخصيه، موقع الشخصيه الحالي. طيب الان بجيب التارجت انا هاي، بدي وين بده يروح، عفوا الكرنت للتارجت الموقع بده يروح عليه، وبدي اجي انا عندي هون. طب انا لما بدي تبدا اللعبه بدي اغير كمان في اللعبه، بدي اغير على التحرك يمين ويسار. طب كيف راح اغير تحرك يمين ويسار هون؟ في عنا بدنا نجيب التارجت. طبعا انا في عندي كمان ملاحظه راح تظهر الان، انه التارجت قيمتها لو ضغطت كومبايل صفر، فاحنا راح نضطر نثبت قيمتها من اول ما تبدا اللعبه، لكن في الوقت الحالي ما راح نثبت اي شيء. خليني اجي الان نبدا نغير هون. بدي امسح انا جيت اكتور لوكيشن، وبدي اجيب التارجت احطه هون، وبدي امسح جيت اكتور لوكيشن، وبدي اجيب تارجت ثانيه احطها هون، اوصل هاي هون. ليش؟ لانه هاي القيمه اللي هي راح تتغير كل شوي، ونقص عليها نقص 300، وبعدين بدي امسح كمان هدول الثنتين من هون، وبدي احط التارجت مره ثانيه، بدي احط 6 تارجت او بنحط 6 تارجت، بنوصل هاي هون هيك، وبدي اجيب التارجت الجديد اللي جاي من هون ووصله. الان شو اللي بصير؟ بس تضغط انت حرف على الرايت بدك تروح دي، راح يجيب التارجت القيمه اللي هي هون صفر، ويضيف عليها 300، ويتاكد منها اذا صارت اكبر من اصغر من 900، وينفذ. اذا صح راح يغير قيمه التارجت. طب لما يغير قيمه التارجت كيف راح يتحرك الشخصيه؟ راح يجي يقول له ست اكتر لوكيشن هون حطيناها، فراح يتغير موقع الشخصيه هون. طيب خلينا الان نجرب اللي عملناه. بدي اعمل نفس الاشي انا هون، بدي اجيب التارجت مره ثانيه واملها 6، بدي اغير قيمه التارجت واوصل هون، وبدي اجيب من هون واحط هاي هيك. ممتاز. خلينا نجرب الان ونشوف. بس في ملاحظه صغيره، الانترب سبيد هسه بدنا نضبطها. خلينا نشغل نشوف. لاحظ بدا في الصفر. ليش؟ لانه التارجت قيمتها صفر، ما تشوف الشخصيه لسه تتحرك عادي. لكن انا شو راح اعمل؟ راح اخليه اول ما تبدا اللعبه، بدنا ايفنت بيجن بلاي الان. ايفنت بيجن بلاي، بدي اجيب التارجت هاي، بدي اعملها سيت، بدي اوصل هاي هون، بدي اجيب جيت اكتر لوكيشن، بدي افتح هاي، وبدي اياه يجيب لي الاكتر لوكيشن اول ما تبدا اللعبه في الواي. فكانت هي اصلا في العالم، لو اجينا احنا على بلاير ستارت، لاحظ اول موقع في العالم تبعه في الواي 200. فانا ما بديش كل مره اجي اكتب انا هون في قيمه التارجت كم القيمه، كل ما اغير موقع الشخصيه في العالم اروح اغير، لا خلص هو ياخذ ال 200 كل ما تبدا اللعبه، يتاكد يشوف موقعها وين في العالم ويحطه في التارجت. بديش ممكن انسى بعدين ويضيع علي الشغل ويصير في خربطه. فهو خلص انت هيك كل ما تبدا اللعبه شوف لي وين موقعه وجيب لي الواي وثبتها في التارجت، وبعد هيك تيجي التارجت هون بتكون تبدا على طول 200 200 زائد 330 بنفذ الامر للرايت بصير 530. خلينا نشوف كومبايل الان. لاحظ بدا في المكان الصح. ممتاز جدا جدا. طيب الان بدنا نعمل كمان شغله، بدنا نيجي على هاي هون انترب سبيد، الفتره انتقاليه، الفتره الانتقاليه اللي راح تسويها الشخصيه. لاحظتوا انتم المره الماضيه لما كنا نخبط، لما كانت الشخصيه تخبط فكان عندنا مشكله انه اللي بتغير موقعه ببطل ماشي في المسار تبعه. طب في هاي الحاله راح يثبت الشخصيه على قيمه التارجت، بس بدنا نعمل له كمان فتره انتقاليه، خلينا نقول مثلا 7 نجربها.
كومبايل سيف، نسوي ستارت. لاحظ انا بدي اتحرك، لاحظت انت كيف تسوي الحركة؟ ممتاز جدا، لاحظ بتنقل بطريقة جميلة جدا جدا جدا. طيب الان هو حيلزمه دائما يكون في المسرب تبعه، مهما خبط مهما عمل راح يلزم الشخصية انها تثبت في المسرب. تمام، الان خليني بس كمان نصلح شوي المسار تبعيتنا، نجرب 340 340، نشوف. الشخصية تبعيتنا مش عاجبني انا مكانها، خلني اجيب لاير ستارت، نزيحها شوي على اليمين هون هيك، نشوف الان هيك احسن. اوكي اوكي، ممتاز جدا جدا جدا، موقع الشخصية صار افضل، بتتنقل بين المسارب وبتيجي في موقع كويس، ما بتيجي في موقع سيء. بدنا نقعد نظبط فيها اكثر واكثر، اذا بنقدر نظبطها افضل، لكن ممتاز جدا. الان ايش اللي احنا عملناه؟ خلينا نثبت بس، نصلح شغلنا. سي هنا بيجن بلاي، اكبر هاي شوي، احط 35 مثلا هيك بيجن بلاي. تمام، هاي هسه بنحط هون كاركتر موفمنت. انا شو بكتب قاعد يا جماعة الخير، قاعد خبص قاعد. كاركتر، ممتاز. الان كمان هاي نكبر حجمها، نظبط شغلنا، الكل يظبط شغله حتى نقدر بعدين نعرف احنا شو بنشتغل. تمام، الان انا هيك لو ارجع لورا بعرف انه هون الكاركتر موفمنت، هون بيجن بلاي، وهون بدنا نحط كمان انترب. ممتاز، كمان حنكتب كمان قبليها ايفنت تك، كمان نحطها تقريبا 40 حتى نعرف انه هاي. ممتاز، هيك بنقدر نعرف كل شغلنا مرتب. طيب الان بدي اعيد كثير من الاشياء اللي انا عملتها لهي اللحظة. احنا عملنا بس هدول، هاي النوتس اللي هون وهاي النوتس اللي هون، لكن بدي اشرحها بطريقة انك تكون واضحة عليك اكثر، فما يكون بس انك بتنفذ الاوامر اللي انا كتبتها. احنا عملنا موف رايت وموف ليفت من الانبوتس انها تكون اكشن مابينج. الان مراجعة بنعمل، بدنا الحركة التارجت اللي هي موقع او ما تبدأ اللعبة، بده يحط القيمة موجودة هون، بجيبها لما يجي على بلاير ستارت بقول لك انه موقعه في الواي 180 حاليا، فراح تلاقي قيمة الواي 180، فبتيجي 180 زائد بضيف عليها 340، بتأكد ال 340 انها مش اصغر من 900، بعدين اذا هذا الامر صحيح بروح بسبب بغير قيمة التارجت مرة تانية وبحط القيمة الجديدة اللي صارت، يعني 180 زائد 340 بسجل قيمة هون، مش عارف احسبها بسرعة براسي. بعدين بيجي بتأكد لما تحرك بالجهة التانية، بتأكد من القيمة هاي انها مش اكبر من كذا، وبصير يسجلها هون. طب لما يسجلها هون، احنا في الايفنتك كل فريم بده يحط الشخصية على موقع معين في الاكس والواي والزد. في الانترب اللي هي لحظة كيف التنقل، لو قلنا 10 ولو قلنا حتى نقول 15 شوف شكلها، بتأكد بسوي الانترب للشخصية، نسوي كومبايل سيف. الآن لاحظ بعمل بنتقل الشخصية بشكل جميل جدا. طيب خلينا كمان أصلا كمان نعمل شغلة سريعة، ننزل سرعة الشخصية ل 850 حتى يكون الشكل لنا أفضل. نشوف الآن، طيب 15 كويسة، والله ما نعرف كل 15 و10 و7 كلهم حلوين مرتبين. نشوف العشرة كيف بيطلع شكله، لا العشرة ارتب. طيب ممتاز جدا، الان صار عندنا الشخصية تتنقل يمين وشمال بشكل جدا جميل. تمام، الان عندنا كمان بدنا تعرف نظبط العالم تبعنا بس على السريع. اسكيب، بدي احط محيط، خلني افوت على ويندو او عفوا على ايديت بلجنز، بكتب هنا ووتر، بدي اضيف هذا البلجن. يس، الان حيطلب مني اعمل ريستارت ناو، بعمل ريستارت للعبة، سيف سيلكتد، بدي اسيف كل اشي اشتغلته. نستنى اللعبة،
تمام أخذ شوية وقت معي تركيب المحيط، إنه الشيدرينج أخذ شوية وقت. الآن خلينا نفوت نضيفه، ندخل على ويندو بليس أكتر، إذا القائمة هذه مش موجودة مش طلع عندك، نكتب هون ووتر. الآن تأخذ ووتر بادي كاستم، تيجي بتحطها هون. فالآن بدنا نيجي كمان إذا عندك على السكيل، إذا هي مفتوحة سكرها عشان يحط القيم كلها زي بعض. خلينا نقول هاي 1000 10000 100000، بضغط انتر، صار عندي محيط في اللعبة تبعيتنا. الآن لما أبدأ اللعبة بتطلع اللعبة بشكل جميل جدا، وصار عندنا جسر موجود على المحيط، ممتاز. طيب الآن كمان نرجع بس نوضح شوية شغلات. احنا رتبنا شغلنا وحطينا الـ begin play وثبتنا الواي أول ما تبدأ اللعبة، ونعمل مراجعة مرة ثانية، وبعدين جبنا التارجت. بعد ما تم تثبيتها في الـ event begin play، صار يتأكد يضيف قيمة التارجت زائد القيمة هاي، يتأكد منها إذا القيمة الصحيحة بودي الشخصية على اتجاه اليمين، وهون نفس الإشي على اتجاه اليسار. طبعا لما يجي هو ما بوديها بالأمر هون، بوديها بهاي الـ set actor location، بحدد موقع الشخصية، بس هو بياخذ قيمة الواي. كل ما ضغطنا بتتغير قيمة الواي مرة تانية، أو بتتغير قيمة التارجت بالأصح، تمام، اللي هي بتصير بتنتج في النهاية على الواي. فبتيجي التارجت زي هون الانترب 2، في عندنا أول إشي بيجي الكرنت لوكيشن، الموقع الحالي اللي هو بنقول له جيت أكتر لوكيشن، الموقع الحالي في العالم. اسحب الواي وتأكد لنا حط لنا إياه هون. بعدين وين الموقع الجديد اللي بده يروح عليه، والدلتا تايم اللي بده إياها، وكيف الحركة، سرعة الحركة الانترب السلاسة تبعيتها كم سرعتها، وبعدين حط لنا قيمة الواي. هيك بكون احنا شرحنا كل اشي عن حركة الشخصية، وممكن نعدل عليها في حلقة في الفيديوهات الجاي. راح نسوي بلينك ونسوي حركات اضافية على الشخصية، لكن راح نسوي الان اللي سوينا الان خلاص بكفي لهون. اللي بحب كمان ياخذ تفاصيل اكثر عن البلو برنت، في دورة البلو برنت موجودة على موقعي arabgamedev.com، بتلاقي رابطها في الديسكريبشن في تبع الفيديو هاد، او بتلاقيها في الكومنتس. يلا يعطيكم العافية، بشوفكم في درس قادم ان شاء الله، مع السلامة.